السيسي بيمثل رمز لكل إصلاح في مصر بإذن الله، وهو رمز لشباب البلد بإذن الله، وهو أملنا اللي جاي، لأن كل مصر أملها على المشير السيسي دلوقتي في القضاء على أي فساد في أي مكان حكومي. طب وهو يعني هل هناك رابطة ما بين اللافته اللي حضرتك ماسكها وبين اللي واقفة النهارده؟ طبعا حضرتك، احنا بنعاني من الجيل القديم كله اللي هو سياساته كلها هي اللي ودتنا في كل المشاكل دي كلها. احنا عايزين رؤيه جديده ودم جديد وشباب. حضرتك الشباب اللي موجود قدامك النهارده في ناس حاصله على دكتوراهات، ومع ذلك رامينهم في اماكن بعيده جدا ما بيستفادوش باي حد، ولكن الاستفاده كلها جايه للناس اللي هم المصالح، الناس العليا، الرشاوى السياسيه. احنا املنا في الفريق عبد الفتاح السيسي، في المشير ان شاء الله باذن الله. المشير هو امل مصر بحالها، واذا كان هو امل لينا في بنك التنميه فهو امل لمصر كلها في كل المصالح الحكوميه.